غزة تغني. شعار هذا الحفل الذي أقيم على أحد مسارح المدينة. ألحان فلسطينية وعربية عريقة عزفها فتية وفتيات من معهد إدوارد سعيد للموسيقى. عزف كأنه على أوتار الأمل في ظل ما تحياه غزة من أزمات. كل شخص هنا يحب الموسيقى. نحن ما زلنا نعزف الموسيقى، وهذا لا يعني أن الوضع في غزة ليس صعبا. الإغلاق والإنتاج وأزمة الرواتب، ومع ذلك نجلس هنا ونستمتع بموسيقى تراثية عريقة يجب ألا تندثر. تزامن الحفل مع مثيل له أقيم في رام الله، وكان يفترض أن تجمعهما نافذة عبر الإنترنت، لكن حتى التقنية لم تفلح في وصل المدينتين المنفصلتين جغرافيا وسياسيا، فيما استمر العزف الذي نادرا ما تشهده غزة. يعني في ظل الضغط النفسي الفظيع القاتل، احنا بحاجة الى ان نغني ونفرج عن نفسنا، وحتى اولادنا يعني نعطيهم حرية الغناء لانه من حقهم الغناء واللعب الى اخره. نخطط لان تكون الموسيقى فعلا هي الوجه الحضاري لمجتمعنا الفلسطيني بشكل عام وفي غزة بشكل خاص. معهد إدوارد سعيد للموسيقى الذي نظم هذا الحفل يقوم أيضا بتدريب 550 من طلبة مدارس غزة على تعلم الموسيقى، أمر يأمل القائمون عليه أن يمنح أطفال وشباب غزة فرصة لا تتاح لهم كثيرا لتنمية مهاراتهم الفنية في ظل غياب التشجيع والدعم من قبل السلطات في غزة لمثل هذه الفنون. غزة تغني عنوان جديد في مدينة متعطشة للفرح، فمع كل ما تمر به من ظروف قاسية لا تزال قادرة على عزف لحن أجمل للحياة. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.